أهلا وسهلا فيكم بمطبخنا، مطبخ سفاري. اليوم رح نعمل أكل شغل عزايم، طبق ممكن تعزموا عليه أصحابكم أهلكم وتكونوا فخورين كتير بالأطباق اللي رح تقدموها. رح نعمل كطبق رئيسي طبق الرز على الدجاج، رز مع لحم ودجاج مكسرات. لأنه نحن بدنا نسلق الدجاج فرح ناخد المرق تبعه، بالمرق تبع الدجاج رح نقدم شوربة. هاي الشوربة هي شوربة الشعيرية بالدجاج والخضار، فيها خضار كتير. إن شاء الله ينالوا أعجابكم أطباقنا، تفضلوا معنا على المطبخ لنورجيكم كيف رح نطبق الأرز على الدجاج وشوربة الشعيرية بالدجاج والخضار. هاي دخلنا على المطبخ، رح نبدأ بتحضير أطباقنا لليوم. قلنا عنا طبق فاخر كتير، فيه لحم، فيه دجاج، رز، بهارات مشكلة، مكسرات. رح نعمل رز على الدجاج، طبق مرافق له رح أعمل شوربة. هاي الشوربة مناسبة للصيف، مناسبة لرمضان، بأي وقت أنتوا بتشتهوا تعملوها، مليئة بالخضار، مفيدة كتير لأولادنا وقلنا. يلا مع بعض نبدأ طريقة تحضير الرز على الدجاج وشوربة الشعيرية بالدجاج والخضار. أول ما رح أبدأ بتحضير الدجاج. أنا بدي الدجاج ينسلق كتير منيح. رح أقليه أول شي بشوية زيت، أحط له المي تبعيته أسلقه، وبعدين بمرقة الدجاج رح أقدر أشتغل قد ما بدي. هدول قطع الدجاج اللي عندي، أنا تعمدت إنه أقطع الدجاج لحتى أقدر أشكل فيه كيف ما بدي أنا. هاي الطنجرة، شوية زيت، شوية زيت ما تكتروا. رح أحط شوية مطيبات أو بهارات حب. عنا ورق الرند، زنجبيل، حب الهيل، أنا ليش حطيت هلأ المطيبات؟ بدي إياهم شوي يتقلوا ويعطوني الريحة الطيبة تبعيتهم. رح أحط عود قرفة، هاي عود القرفة تبعي، رح أخليهم شوي يطالعوا الريحة الحلوة. الزيت عندي هيك حامي بقدر انزل فيه الدجاج. انا ما بدي الدجاج ياخذ لون، بس بدي اقليه شوي. اغطي. هلأ رح أحرك شوي. هيك بكفي، انا ما بدي اقلي الدجاج كتير وما بدي اياه ياخذ لون. راح اعبي شويه مي،
خلي المي تسخن وبعدين بنضيفها على الدجاج. بهذا الوقت انا رح اقلي الخضره تبعيت الشوربه. رح نجيب حبتين بصل، صحن، نوطي على الدجاج. المي عندي صارت سخنه، شيل الغطا ونحط المي السخنه. رح احرك تحريكه خفيفه انا جبت حبتين بصل، حبه للشوربه والحبه الثانيه رح احطها قطع كبار مع الدجاج. البصل من الخضار اللي بتشلي ريحه الزنخه والزفره من الدجاج. هيك عندي ضمنت انه الدجاج عندي رح يطالع ريحة كتير طيبة، وما رح يضل في عندي هاي الزفرة والريحة الزنخة للدجاج. انا متعودة اقول فروج، مشان هيك عبلاقية تقيلة كلمة دجاج. اذا قلت فروج وانا عم بقدم فعرفوا انه هو الدجاج نفسه. رح نجيب طنجرة نحطها على الغاز، شوية زبدة وزيت، نبدأ نجهز الخضرة تبعيتنا اللي رح نطبخ فيها الشوربة. شوية زيت مو كتير، معلقة زبدة صغيرة، رح نرجع نعبي بريق المي السخنة ونسخن مي لأنه بيلزمنا بعد شوي. لبين ما تدوب عندي هون الزبدة رح أفرم البصل، خلي الزبدة تدوب على مهلها. سكين، انا رح اخذ نص هاي حبه البصل، ما بدي اياها كامله. رح اخلط هون بصل يابس وبصل اخضر. رح ناخذ هذا البصل رح نبدا نقلي البصل تبعنا، نحركه شوي.
هاي شوربة خضار، فأنتوا معكم الخيارات الخضرة اللي بتحبوها ممكن تحطوها، جزر بيمشي، كوسة بيمشي، بطاطا بتمشي، بازاليا أو بتقولوا لها جلبانة ماشي الحال، بصل يابس من دون البصل الأخضر أوكي. أنا رح أستعمل الاثنين، بدي النكهة القوية تبعيت البصل اليابس والقرشة الطيبة تبعيت البصل الأخضر. بدي يتقلى عندي البصل، رح أنزل البطاطا، البطاطا من الخضرة اللي بتاكل معي تقلاية أكتر شي، ولو في جزر كنا حطينا الجزر قبل البطاطا. هون عندي الجاد عم يغلي، طالعنا الزفرة اللي طلعت منه، المرق هلا تبعه صافي. رح نحط الكوسة المفرومة، أنا عندي هون الخضرة قطعتها صغار كتير، ليش؟ لأنه هاي الشوربة أنا بدي الخضرة تبين فيها، يعني ما بدي أهرسها أو أساويها أنه شوربة مو مبينة الخضرة، لا بدي الخضرة تبان. هلأ رح أنزل البازاليا أو الجلبانة، خليكم معي وتابعوا خطوة بخطوة. كفي هيك، رح نحرك، حركوا الخضرة اللي عندكم مظبوط، خلوها تاخد كل الدسم اللي هو الزبدة والزيت هون. هلأ رح نحط البهارات، هاي الشوربة شوربة صحية، يعني تعتبر انه شوربة صحية لانه فيها خضار، والجاج اللي رح اضيفه هو الصدر تبع الجاج، رح افتته واحطه معه، فمشان هيك انا ما رح اكتر بهارات. انتو معكم الخيارات، يعني بتحبوا تضيفوا البهارات اللي بتحبوها ما في اي مشكلة، لكن انا هون بدي اضيف بهارات خفيفة، بدي اياها اعطيها نكهة خفيفة بس ما بدي اياها تكون كتير نكهتها قوية. رح احط رشة صغيرة من الفلفل الأبيض، رشة خفيفة من القرفة، وراح أحط كمان رشة خفيفة من الفلفل الأسود اللي بيقولوا له ملك التوابل أو ملك البهارات. هنشيل هدول، نحرك. انا رح اقلي الخضرة، اكمل تقلايتها شوي، رح اصفي مرق الدجاج لانه عندي الدجاج استوى. منروح فاصل وبنرجع. اللي عملته صفينا المرق، شوفوا المرق عندي شقد صافي وحلو، لونه روعة، ما ضل فيه أي شوائب، الدجاج عندي استوى. هلأ المرحلة اللي ضلت إنه رح آخذ صدورة الدجاج أفتفت منها شوي، أدخلها بقلب الشوربة، أزيد لها للشوربة الفارميسيل والبصل الأخضر. بهالوقت هاد رح أحط اللحم المفروم يتقلى عندي هون، أزيد له الرز، مرق الفروج، وبكون كل شي عندي جاهز. أول شي رح أعمله إنه رح أحط شوية فارميسيل وبصل أخضر في قلب الشوربة. ليش ما حطيت الدجاج؟ لأنه أنا عندي الدجاج مستوي، ما بده سوي زيادة. شوية فارميسيل مو أكتر، شوية بصل أخضر، أنا ما قليت البصل الأخضر لحتى يضل يحافظ لي على هاي القرشة تبعيته. رح أحرك، تقريبا الشوربة عندي جاهزة هيك. الشعيرية أو الفارميسيل ما بياخدوا ثواني، يعني خمس دقايق تغلي لك كم غلية وبتكون مستوية.
منغطي عليها. هلا رح نجيب زبده وزيت ونقلي اللحمه تبعيتنا. معلقه زبده، رح اشعل النار. وشوية زيت. هاي الأكلة اللبنانية، وإخواننا اللبنانيين ما بيستخدموا السمنة أبدا، قليل ليستخدموا الزبدة. أكتر شي بيستخدموه بطبخهم هو الزيت، بطبخ الرز، بطبخ الفريكة، بيعتبروا إنه السمنة بتسمن، فيها كوليسترول، وهنا بخافوا على صحتهم، فمشان هيك ما بيستخدموها، بخافوا منها. أنا حطيت الزبدة للتنكيه، رح أطالع اللحم المفروم. رح أنزل اللحم المفروم بالطنجرة. المميز بالطبخ اللبناني بهاراته، عندهم بهارات روعة، بيستعملوا البهارات كتير بالأكل، ومشهورين كمان بالمازايات. المازا يعني هي الأطباق المقبلات اللي بتتقدم قبل الطبق الرئيسي. بنقلي اللحم. تعودتوا علي دائما، أنا وقت بدي أقلي لحم، بدي أقلي جاد، بدي أعمل أي شيء، ما بحط بهارات مع الأول، استنوا شوي على البهارات لبين ما يتقلى عندي اللحم. أنا هون عندي الرز اللي استعملته، هو رز مفور، لأنه بعرف إنه هون بالجزائر بتستخدموا كتير الرز المفور، بس أنتوا قلكم طريقة تانية غير هاي الطريقة اللي بنستعملها فيه. يعني أنتوا بتفوروا الرز بالقدرة والكسكاس، بتحطوه على فوق وبتفوروه وبتخلوه يستوي. نحن لا، نحن بنخلي الرز يستوي دائما بمرق، بس الرز المفور بنقدر نستخدمه مع المرق او بنستخدمه ناشف، او بتفوروه تفوير بالكسكاس مثل ما بدكم. بس المهم انه طبخ الرز المفور من اسهل انواع الرز، يعني حط مي، حط رز، المقدار مو دائما تقيد فيه كتير، يعني من انواع الرز السهله بالطبخ. نقعت انا الرز عندي هون بمي غاليه وملح، رح اغسله بس من الملح. أنا غسلته قبل النقع، وهلأ رح أغسله بس من الملح. صفيت الرز كتير منيح من المي تبعيته، رح أكمل تقلاية اللحمة. هاي من الأكلات الفاخرة، لأنه داخل فيها نوعين لحم، لحم الجاد واللحم الغنمي أو البقر، يعني لحم أبيض ولحم أحمر. مطبخنا العربي من المطابخ الغنية بالنكهات، الغنية بالطعمات المختلفة، وكل بلد بيتميز بأطباق معينة، سبحان الله. يعني والأطباق اللي بتكون مميزة فيها بتكون من الخضرة الموجودة بهذا البلد، بتكون من أنواع التوابل المشهورة فيه. هيك اللحم صار عندي جاهز، رح أملح وأبهر. شايفين هاي كمية البهار؟ كلها رح أحطها، لأنه عندي الرز هون لازم يكون لونه مايل على بني، وبياخد بهارات كتير، فرح نحط كمية البهار كلياتها، ما تخافوا منها. كمان قرفة كتير، يعني معلقتين صغار من القرفة، لازم تفحفح ريحة الرز هاد بالقرفة تبعيته. شوية ملح، أنا حاطة لمرق الدجاج ملح، وراح أمرق هون بمرق الدجاج، فمشان هيك ما بدي أكتر ملح. ومنحرك. أنا عم بحاول أعمل أطباق مثل ما أهل البلد بيعملوها، والحمد لله رب العالمين. أنا تعرفت على كتير ناس
كل ناس من دولة، يعني عشرت لبنانيين عشت معهم، الفلسطينيين، الأردنيين، المصريين. وحلو الإنسان إنه ياخد خبرة من كل بلد، ياخد من كل ناس تعرف عليهم، بالأخير بيغني نفسه بيغني حاله. راح أحط الرز بهاي الصفاية لأنه ما بدي ينزل عندي مرق أبدا بقلب اللحم. أنتوا بتقدروا إنه ما تقلوا الرز مع اللحمة، خلص بس تستوي اللحمة حطوا الرز وحطوا المرق، بس أنا بحب إنه أقلي الرز شوي. أنا حاطة هون تقريبا نص كيلو رز ونص كيلو لحمة. بنحرك. طبختنا تقريبا صارت جاهزة، بس يتقلى عندي شوي الرز، رح أمرقه. دائما كونوا جريئين بالطبخ، ما تخافوا، رح تخرب معنا الأكل أول مرة نرجع منعيدها تاني مرة وبتزبط. وصدقوني أنا عم بعلمكم أبسط الأشياء، لأنه أنا بعرف أنه اللي رح يشوفنا هن ستات البيوت، وست البيت مو بالضرورة أنه تروح والله وتجيب الأشياء اللي كتير فيها تعقيد وفيها مواد وفيها، لا خلاص خلونا على الطبيعة. الوضع الريحة ولا أطيب. رح أحط المرق، بسم الله. رح أحرك. هلا هون أنا تقريبا جاهزة، ما ضل علي غير انه احط الغطاء، بس ما راح احطه هلا، راح استنى لحتى المرق عندي شوي يبلش يغلي. بغطي، بحط الدجاج تبعي بالصينيه على الفرن يتحمر لي شوي، بقلي المكسرات الطيبه كتير. انا هون اليوم استعملت الجوز واللوز، عندي هاي الصينيه، راح انقي قطع الدجاج اللي فيها الجلد لانه بدي الجلد يقرمش ويتحمر. بتقدروا تدهنوا الدجاج بالشي اللي بدكم اياه، هو لبن، هو صلصة حمراء، هو كاتشب، كل واحد عنده خياراته بدهن الجلد لحتى يتحمر. انا رح ادهنه بشوية زبدة بس، ورح اخلي عندي هدول الصدور افتفتهم واحطهم بقلب الشوربة، وهيك تقريبا بنكون جاهزين. خليكم معي فاصل وبنرجع. بالوقت اللي تركتكم فيه صفيت الدجاج، دخلته على الفرن، عم بقطع بقدونس مشان احطه للشوربة. فرم عادي، ما بدنا اياه مفروم كتير ناعم، خليه بيطلع شكله احلى على الشوربة. الشوربة عندي جاهزة، اطيب شي يتقدم معه هو حبة ليمون، نعصر الليمونة فوق الشوربة، روعة. تعوا معي نصب صحن شوربة. شوفوا هالشوربة ما أحلاها، روعة، ألوان حلوة، ريحة بتشهي، خضرة كلياتها مغذية ومنيحة لأولادنا. حط شوية مرق. انا قلت لكم هاي الشوربه نقدر نزيد عليها اي نوع خضره انتم بتحبوه، ممكن الجزر بيطلع كتير طيب معها كمان. رح اجيب صحني لهون، رشه بقدونس خفيفه، وباقي البقدونس هاد بدي احطه فوق صحن طنجره الشوربه.
حركوها شوي، خلي تاخد كل نكهة البقدونس. نوع الخضرة اللي بنقدر نبدله عن البقدونس هو الحشيش أو الكزبر. تقدروا بدل ما تفرموا بقدونس وتحطوها، تفرموا كزبر وبتحطوا. نطمن على وضع الرز. عندي الرز خلاص استوى، الحبة تضاعف حجمه، نشف، جاهز يروح معنا على السفرة. رح نصب الرز كمان. أنا اليوم اخترت لكم أطباق بيضة لحتى تبين عندي الألوان. في عنا أمثال كتير تمشي مع الأكل، بقولوا لك العين بتاكل، وبقولوا أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته. فأقرب طريق يا ست البيت لقلب جوزك هي معدته. طبخي له طبخات طيبة وبتكسبيه عندك بالبيت، ريحة بتشهي. هيك بكفي. ضل عندي شغلة ضرورية كتير، هي الدجاج اللي حطيته بالفرن يتحمر. أنا الدجاج عندي مستوي، بدي إياه ياخد هذا اللون الحلو. بس رح نزين طبقنا بالدجاج. هو اسمه رز عالدجاج. رشة المكسرات التي لا غنى عنها في المطبخ الشرقي. أنا هون اخترت الجوز واللوز، وانتو الخيارات اللي بدكم اياها. ما عندك مكسرات بالبيت ما في أي مشكلة، جربوا عن جد، جربوا المكسرات مع الطبخ، ممكن تلاقوها غريبة بس نكهتها بس تاكلوها روعة. شي ولا أطيب ولا أشهى من هيك عن جد. إيدي صاروا كلهم زفر. رح نروح فاصل نغسل، نظبط هون عنا الطاولة وبنرجع لكم. هاي أطباقنا لليوم، إن شاء الله تكون نالت أعجابكم واشتهيتوا إنه تطبقوها وتطبخوها ببيوتكم. أعطيتكم إياها من المطبخ اللبناني. عنا هون طبق من أحلى وأفخر الأطباق، الرز على الدجاج مع المكسرات. عملنا شوربة بالخضرة والفارميسيل والدجاج كمان، حبة ليمون عصروها فوقها بتطلع من أطيب ما يكون. بتمنى أطباقي تكون نالت أعجابكم، تجربوها وتشتهوا إنه تعملوها ببيوتكم لأولادكم لأجوازكم لأهلكم لأصدقائكم. كنت معكم من مطبخ سفاري، بتمنى إنه أشوفكم بحصة تانية إن شاء الله وتعالى.